الو الو السلام عليكم، شكون معانا؟ يوسف. ايه الله يبارك، وش لاقبك يوسف؟ ميلود. وش لاقبك؟ ميلود. يعطيك الصحة ميلود. من أي ولاية؟ من واتسو. واتسو شحال في عمرك؟ ثمانية. ثمان سنين. الله الله يبارك. صمت اليوم أكسايم؟ أكسايم؟ صمت اليوم؟ أكسايم بصحتك. هيا نذهب إلى العجلة لكي نلعب. ندور العجلة. وي شوفوا وش حدثنا العجلة. طعتنا العجلة بسيارة. هيا شوفوا السؤال المعرض حول الإسلاميات. من هو ثالث الخلفاء الراشدين؟ عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، عمر بن الخطاب. من هو ثالث الخلفاء الراشدين؟ عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب. نعم. عمر بن الخطاب. نعم. هيا شوفوا الشاشة ماذا ستقول. جوابك الخاطئ للأسف. الجواب الصحيح هو عثمان بن عفان، هو الثالث الخلفاء الراشدين. شكرا على المحاولة. للأسف يوسف ما سمعناش كي قلنا له اهدي تحياتك. ماليش للأسف.